كابتن حسن شحاته يتحدث لقناه دي ام سي، ودايما وابدا راي الكابتن حسن شحاته يا باشمهندس دايما ما بيبقى فيه انصاف للاهلي. حسن وفاروق الحقيقه الاثنين دي لعيبه كبيره اللي هي ملهاش دعوه، هي بتقيم اللي قدامها. بس نشوف المعلم حسن شحاته. الشوط الثاني بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي زي ما يكون مطمن على النتيجه، بالرغم ان هو كان ممكن في اي وقت يجي في جون وتبقى العمليه تتعقد يعني، لكن الداخليه ما كانش فيها ليها اي باع او انياب. لا انياب لا يعني اي باع ما فيش انياب، حتى تعتبر كبيره يعني. لا يعني لكن ما كانش اداء. احنا متعودين من الاهلي ان هو بيفضل يلعب لاخر دقيقه بنفس الوضع اللي بيبدا بيه، لكن الشوط الثاني ما شفتش حاجه من الاهلي، بالرغم ان في فرص كتيره راحت، 3 فرص على الاقل، 2 لمؤمن زكريا وواحده بتاعت محمد هاني اللي عملها عرضيه وعبد الله السعيد قلشها. طبعا الجون بتاع سعد سمير مش عاوز اقول جون وحش، لكن لما تيجي تشوف ان هي يعني بيسرق الدفاع وتيجي كره عرضيه وتعمل بند في الارض، هو يسرق الدفاع ويلعبها ببطن رجله في الزاويه القريبه، يعني ده بيعتبر سعد سمير متعود سواء كور عالية أو بتاع في الركنيات بالذات بيجيب أهداف. لكن الشوط الثاني مش زي الشوط الأول خالص. الشوط الأول كان بيبين لك إن النادي الأهلي نازل عشان يفترس الداخلية، لكن الشوط الثاني لا، كانت الأمور حتى مع التغييرات ما كانتش بالأمور الجيدة يعني. طيب ده رأي الكابتن حسن شحاتة، وواضح جدا في هذا الانصاف وهذا الراي. نشوف الكابتن فاروق جعفر وايضا على دي ام سي. النادي الداخليه طوال الشوط الثاني ما بيعملش حاجه الا التصوير على المرمى من مسافات بعيده، ما فيش اختراقات لدفاعات النادي الاهلي، النادي الاهلي لعب الشوط الثاني مستريح مستحوذ مسيطر، ما فيش مشكله، هو عارف وسايق المباراه زي ما هو عايز النادي الاهلي، النادي الاهلي خد اللي عايزه من المباراه بشكل خبرات لعيبته اللي موجوده في الملعب بشكل كبير طول الشوط الثاني. الداخليه ما حاولش حتى ان هو يعمل زي ما كان بيقول الكابتن حسن شحاته ان يبقى ليه انياب النواحي، يعني كلمه انياب برضك صعبه. الداخليه طول الشوط الثاني ما كانش موجود، فانت فده اللي خلى القدرات وكفاءه النادي الاهلي نزلت. ودايما نقول ايه، اللي بيلعب عشوائي والقليل اما يخش معاك في ان انت تبقى ندي ليه ياخدك وينزل. والنهارده النادي الاهلي يمكن الشوط الثاني وقع في الفخ ده، ان النادي الاهلي الكره الراقيه اللي كان بيقدمها الشوط الاول، ومش عايزين نقول بقى ان الداخليه لعبت والداخليه لا، النهارده الداخليه مش موجوده خالص في الملعب النادي الاهلي، وده اللي قلل كفاءه النادي الاهلي الشوط الثاني. الاداء بتاع الداخليه لم يرتقي لمستوى الدوري العام في الشوط الثاني، فالنادي الاهلي النهارده اشتغل الشوط الثاني على قد احتياجاته من المباراه، يعني ما يعني لا فرقه قليله الحيله مش قادره تأدي بشكل جماعي، النادي الاهلي لعب 45 جاي جدا، الشوط الثاني راح نازل المعدل الفني، المعدل البدني، المعدل التكتيكي للنادي الاهلي، فالمباراه النهارده الشوط الثاني اقل من الواحد كان يحب يتفرج عليها، لكن النادي الاهلي خد ال3 بونت مستريح من غير اي مشاكل. طبعا كان تركيز الكابتن فاروق على ان فريق الداخليه ما كانش قادر يعمل حاجه مع النادي الاهلي. ودايما لما نقول ما كانش قادر يعمل حاجه دي ليها سببين، سبب يرجع الى الفريق وسبب يرجع الى المنافس. فبرضو عدم القدره على التصدي للاهلي جزء كبير منها لبراعه الاهلي في هذه المباراه وبراعه اداره المباراه. عايزين كمان كابتن زكريا نشوفه قال ايه ايضا وهو يحلل هذه المباراه. لا هو التأثير بالنسبة للعيبة النادي الأهلي في الشوط الثاني نفسي، لأنه حسوا إن الداخلية ما عندوش مشاكل، ما عندوش حلول هجومية عشان الأهلي يقلق، فبالتالي الأهلي نزل ريلاكس بان قوي في الدقيقة 62. أنا يمكن اخترت هجمة للداخلية، وإزاي النادي الأهلي بيرجع بالراحة قوي سايب مساحات للداخلية، عملوا مجموعة تمريرات لكن الفينش عندهم في الثلث الأخير مفيش قدرات. يعني ما بنبقاش قاسيين لما نقول ان فريق بيلعب فريق في فرق في القدرات الفنيه سواء الفرديه او الجماعيه، لا هو في فرق. النهارده لما نقارن بين الداخليه
والاسماعيلي قدام الاهلي، الاهلي بيلعب مع الاسماعيلي لغايه اخر دقيقه، لان الاسماعيلي بيلعب عنده لعيبه بتلعب اداء فردي وجماعي، كان في نديه في الاداء. النهارده لا، مفيش نديه، وبالتالي اللعيبه هديت. حتى حسام البدري نفسه ما عندوش واقف، ما عندوش مشاكل كبيره. ممكن انت بتقول 1-0 فعلا نتيجه خادعه، والاهلي كان المفروض زي ما انا قلت قبل المباراه من اسلحته عشان ياخد الجيم لازم يضغط على لعيبه الداخليه، هو عمل ده في الشوط الاولاني، الشوط الثاني ما عملش الضغط ده، تراخي، وده كان غلط. مش مطلوب ان انت 1-0 تلعب بالاداء ده، ما ينفعش، ما تحترمش المنافس مهما تشوف قدراته الفنيه. الماتش ده اكد الاحصائيه اللي قلناها قبل الماتش يا بركات، ودي اخر حاجه اقولها، ان العرضيات بتاعت النادي الاهلي ما فيهاش دقه، محتاجه دقه اكتر من كده. عرضيات الاهلي محتاجه دقه اكتر من كده شويه، ده راي كابتن زكريا ناصف او خلاصته. نشوف راي الناقد الرياضي الكبير الاستاذ حسن المسكاوي. استاذ حسن، تغيير ازارو كان منطقي، انا كنت شاعر ان هو بيتحرك يعني بشكل لا باس به، لكن في الشوط الثاني ما كانش موفق في المرور من المنافس، الاختراق، الفاولات الكتير، ده يعني يمكن حسام البدري حس انه مش موفق، فسحبوا الناس ونزل اجي، ومش فارقه قوي حكايه راس الحربه، لان زي ما قلنا ان الاهلي بيهاجم بمجموعه مهاجم اول في لحظه ما، احنا ما بنشوفوش بيغيره خالص، يعني متمسك بوجوده دايما في الملعب. لكن يمكن النهارده هو مش موافق، ولو ان التغيير كان في وقت الاهلي كان لسه 1-0 بالظبط، ورغم ان الاهلي اداؤه هادي قوي زي ما قال الكابتن حسن الكابتن فاروق زكريا وكلمهم في الموضوع ده، الهدوء ده كان بيهدد بكره بتتخطف تبقى في تعادل، انما الجانب الاخر الداخليه مش قادر، مش يعني تقريبا مستسلم تقريبا، دي قدرات ما فيش اكتر من كده، بيعمل زياده عدديه لكن مش بيستفيد بالزياده العدديه حتى في الهجوم المرتد اللي اتعملت واحده او اثنين، بينما الاهلي لما بيعمل هجوم مرتد بيبقى في منتهى الخطوره، الاهلي بيلعب بايقاع هنا فرص، ولكن بيلعب كل لعيب مش زي الشوط الاول بيلعب بالميه في 100 طاقه وده اللي قلناه ان الاهلي بقى عنده سرعات هائله جدا تميزه عن اي فريق، وده اللي اكده حتى الاستاذ حسن مسكاوي، حتى لو في فرص ضائعه لكن الوصول بنفس الطريقه بنفس الاسلوب بنفس السرعه هو في حد ذاته جزء من شخصيه الاهلي الان. ولكن ماذا قال الدكتور طه اسماعيل في اون سبورت؟ تفضل يا كابتن طه. الحقيقه النادي الاهلي يمكن طبعا اتكلمنا على الشوط الاولاني وازاي النادي الاهلي كان مسيطر والنادي الاهلي حقق فرص كثيره لكن ما قدرش يسجل منها. انما الشوط الثاني انا حسيت نوع من انواع الهدوء في الاداء وفي نفس الوقت عدم التنظيم. باصات مش مظبوطه، وانتوهات مش مظبوطه، قرارات اشوط في وقت اباصي في وقت اشوط، فرص بتضيع برده حتى في الشوط الثاني ولو انها فرص ما هياش كتير. فريق الداخليه جه في وقت من الاوقات بقى ماسك كوره، والنادي الاهلي بقى مترهل ونص الملعب فاضي، لكن الداخليه ما عندهمش القوه الهجوميه اللي يقدروا يسجلوا منها. لو فريق عنده لعيبه جيده تقدر تطور الهجمه بشكل كويس او يقدروا يعملوا كومبينيشن داخل ال 18 عند النادي الاهلي كان ممكن يسجلوا منها. يعني الشوط الحقيقه قليل جدا من النادي الاهلي ولا يليق بالنادي الاهلي، ولذلك النادي الاهلي قبل مباراة الإسماعيلي كانت مباراة الإنتاج كان فيها الشوط الثاني برضو الهرجلة اللي كانت موجودة والترهل الكبير اللي كان موجود. شوف المساحات، احنا قدامنا 40 متر من هنا ومن هنا فاضية مفيش حد فيها لعيبة، موجود هنا الناحية دي المدافعين والناحية دي المهاجمين، ده من نوع من أنواع عدم التنظيم. الفريق مش كومباكت، صحيح أنا كومباكت وأنا بدافع، أنا بتقطع مني الكورة ببان إنها الترهل بتاعي، عشان كده بطلع بخمس ست لعيبه وبعدين في النهايه بنقل نقلات غير مضمونه بتتنقل عليا بسيطره من فريق الداخليه، كذا مره يتحقق فريق الداخليه يمسك كوره وينقل بشكل كويس، حتى الفرص اللي احنا بنعملها من هنا برضو فرص ما بتشتغلش بشكل كويس. إذن الدكتور طه بيأكد على اهميه التنظيم بين الافراد وبين الخطوط والترابط بينهم،
نشوف بقى الفيلسوف الكابتن أيمن يونس. هاخد من كلام حضرتك كابتن طه. كابتن أيمن، ترمومتر النادي الأهلي بيعلى وينزل على حسب الفرقة. شفناه مع الإسماعيلي لقاء عالمي، شفناه مع الإنتاج مستوى منخفض، شفناه النهاردة هدوء تام مع المكسب طبعا. لا، هو الشوط الأول الأهلي كان أكثر تميز، ولكن دون إحراز أهداف. لكن دون، لا، جاب جون. يعني قصدي إن هو ضيع عدد كبير من الأهداف. بس كان أكثر قوة. الشوط الثاني تقسيمة بين فرقتين طيبين كمان قوي. بيلعبوا بعض بمنتهى الحب. أنت عايز الثلاث نقاط وأنا مش عايز أغرب بأهداف كتيرة. ده عنوان الشوط الثاني. تقسيمة ودية مليانة مشاعر وأحاسيس من الفرقتين مهذبة جدا. ايه، ما حدش مزعل حد. ولا ده عايز يجيب اجوان كتير، ولا ده عايز يفكر يجيب اجوان وده هيسيبه يكسب الثلاث نقاط. بصراحه اتفاجئت من الشوط الثاني، رغم ان اول 10 دقائق في الشوط الثاني حصل تحول في شخصيه الداخليه، نقلوا اللعب من الدفاع المتاخر للدفاع من منطقه نص الملعب، وده وتر الاهلي، بس كان مش اكتر من 10 دقائق. لكن في ظل ده كله كانت الثغرات كلها متاحه ومفتوحه. لما نقل 10 دقائق الدفاع المتقدم في نص الملعب الكابتن علي عبد العال، كانت ذكيه منه، بس كلفته ان الاهلي كان عنده ثغرات كتيره، بس الاهلي ما استغلهاش وتعامل معاها بمنتهى البراءه، من غير رغبات تهديف واحراز سكور. احيانا انت بتبقى محتاج كمدير فني للكابتن حسام البدري ان انت تعاقب فرقتك لما تضيع كتير. الفرويد ده لازم بيبقى بنقول عليه دايما جعان تهديف، دايما مهيئ انه يجيب جون. ده حتى 2 3 4 5 6 طول ما ظروفك تسمح لازم تكسب، لكن لما تستهتر وتتعامل بشيء من التعالي ان انا كسبان كسبان كان ممكن تتعاقب، ودي كرة القدم. يعني طبعا خلي بالكم في ماتشات اللي زي كده الهدوء لما تشعر ان المنافس بتاعك مش بيهددك وان مديلك المساحة ومش بيضغط بالقوة الكافية، انت نفسك بتجيلك عدوى ان تبدو المباراة وكأنها تقسيم. حتى الجولين اللي جم شفتهم جم ازاي، منتهى الراحة من لمسة واحدة وعدة نقلات بيجي الجول. فدي مسألة يعني احيانا ظروف المباراة تقودك اليها، ولكن لو الماتش اتصعب شوية هتلاقي سرعة الاهلي وهتلاقي تركيز الاهلي اعلى. هل الاهلي كان يملك القدره في هذه المباراه والمباريات السابقه؟ انا شايف ولكن الداهيه وليد صلاح ماذا يرى؟ كابتن وليد، رايك في اللقاء؟ شايفها مباراه يعني كانت سهله على النادي الاهلي. كابتن علاء عبد العال يعني هو ما يقدرش، ليس في الامكان ابدع مما كان. هو الراجل لو فتح الملعب الهدف الاول في الدقيقه 15 هو عارف كويس انه لو فتح الجيم مع النادي الاهلي هتبقى المباراه يعني صعبه جدا عليه وممكن يبقى فيه سكور كبير. على الجانب الاخر يعني هو اشتغل بشكل كويس، تغييراته مقنعه جدا، حاول، لكن في فرق امكانيات واضح جدا لصالح النادي الاهلي. النادي الاهلي انا شايف انه بيعمل كل حاجه ما بين نص الملعب لغايه ال 18. اشوف ان الكابتن حسام البدري لازم يشتغل على حاجتين، اللمسه ما قبل الاخيره اللي هي ان انا بوديها لواحد يجيب جون، زائد حاجه كمان انا مش شايف شراسه جوه ال 18. يعني بحس ان النادي الاهلي بيلعب من نص الملعب لغايه جوه ال 18 رتم واحد. الرتم ده انا شخصيا اشوف المباراه دي لو في اي دوري اوروبي واحرز هدف في الدقيقه 15 بشوف ان المباراه دي بتخلص كتير. يعني لو مانشستر سيتي اللي بيلعب او البارسا او الريال او البايرن، تحس ان لا، لازم الفرقه يكون عندها شراسه اكتر من كده. الكلام ده في الاهلي بس؟ لا، في الاهلي والزمالك واضح ان هم مباريات كتير قوي بتعدي واحنا بنحللها بنشوف ان الاهلي احسن بكتير او الزمالك احسن بكتير، لكن السكور ما يعني ما بيديش انعكاس للحاله دي. الزمالك عمل كده مع النصر، فرص كتير جدا ضايعه، المباراه المفروض تطلع 5-6 وفي الاخر بتطلع 2-1. ودي كانت خلاصه اراء المحللين في كل الاستوديوهات عن فوز الاهلي على الداخليه 2-0 ومواصله تقدمه الى الامام خطوه خطوه في جدول الدوري ان شاء الله.